الو الفنان ديالنا كريكيها كي داير بخير، كلشي مزيان مالين الدار، كاين شي خدمه، كلشي هو هذاك. وعندنا لك واحد البريكول، يا سلام، وما خدامين ما والو، غير جالسين فكرنا فيكم ودرنا واحد لابليكاسيون لا بغيتو تخدموا معنا. اي يا ودي، يا انا نشرح لك. المهم بغيتي دير ديديكاس للجمهور ديالك، بغيتي دير ليه ابل فيديو، بغيتي تحضر لشي لعيبه بحال هكا، وعارفين عارفك مكحط، عارفك عارفك. وي هي خسرتي الفلوس اللي جمعتي وعارف عارف عارف. اي تما شحال، والديديكاس تقدر ديرو ب 500 درهم وابل فيديو تال 1500 درهم. غاليه واتش من غاليه واتاسي. يلا يلا دوز عندنا، دوز عندنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت اليوم نهضر لكم على هذه القضيه اللي دايره ضجه دابا، هي هذا البلان ديال انك تهضر مع فنان مشهور ولا انفلونسور. قال لك ولا عندنا لي زانفلونسور في المغرب والفنانه وما نعرفاش، وصلت بهم ما نعرف كيف بغيت نعبر عليها، انهم ما قدهمش داك الشيء اللي في اللي واصل ليه الشعب، زادوا حتى انهم كيستغلوا داك العاطفه ديال بنادم ان دير ليه ديديكاس ولي تهضر مع ابل فيديو. وهذه القضيه هذه غيتوجهوا لها البنات بزاف، ما الدراري بان ليا ما غاديش يدوا معاهم والو، غيستغلوا دوك البنات اللي باقين مراهقات وباغين الفنان كبير يدير لها ديديكاس ولا يهضر مع ابل فيديو، غيستغلوهم. جيت نقول لهاد الناس هادو فكروا شويه بعقلكم، ما تبرهشوش، حيت راه طيحتوا براسكم، طيحتوا الدل على راسكم، حيت باش توصلوا لهاد الدرجه هادي راه صافي. السلام عليكم، واش ما قدوكمش الفلوس اللي كتجمعوا في المهرجانات بالملايين؟ ما قدوكمش، ما قدوكمش لي سواري اللي كديروا بان لكم عاوتاني بنادم؟ ما قدكمش الناس اللي ما عندها ما تاكل في هاد الوضعيه اللي دازت عامين هادي؟ هادشي اللي بان لكم نتوما، اجي نديرو كونطرا مع هاد لابليكاسيون طاطاط 1500 درهم نهضر معاك، شنو غتزيدني الا هضرت معاك؟ ها العاره شنو تعطيني 1500 درهم؟ الناس اللي غي انفيستي ويمشيو يديروا 1500 درهم باش يهضر معاك، يمشي يصدق على شي عائله ولا يخلص الكري على شي عائله، ولا يخلص يمشي عند مول الحانوت يخلص الكريدي على شي عائله، الاجر ديالها هذيك كبير، فين يبان الا هضرت معاك انت ولا؟ شنو غتزيدني انا؟ نفترض انا جيت هضرت معاك ابل 500 درهم ولا 1500 درهم باش نهضر معاك ابل كي داير بخير، اش نعيط لمالين الدار في الواتساب غراتوي ما نعيط اش نهضر معاك؟ كيف ما قلت لكم غيستغلوا دوك الفئه المراهقه ديال البنات، اما الدراري ما عرفتش غيكون شي حاجه قليله، ولكن البنات يستغلوهم في هذه القضيه هذه، حيت البنات عز عليهم هذا الشيء ديال التصاور لي ستوري وداك الشيء، ضروري غتمشي شي وحده شيطان على الفلوس تمشي تجرب. لهذا كنطلب منكم حيدوا من التبرهيش، وخارجين تتقولوا لا حقه ملي شفتوا الشعب ناض كيهضر على هذا الشيء، لا حقه ما في خبرنا والو. وخرج السيد مول لابليكاسيون كيقول لك راه انتم اي واحد كونت فيريفي راه داير معنا كونترا، ودابا شدوا معنا طريق وحده، علاش انتم بنادم ما عندكمش وجهه واحده؟ علاش؟ وخرجوا وقولوا اياها علاش علاش حنا درنا هذه، وديروا الناس كيديروا الا كتعرفوا الناس راه يمكن انتم ما تعرفوش بحال هاد الناس. داك ابو فله كيجمع الفلوس للتبرعات وفلوس من يوتيوب كيمشي يدير شي حوايج كاع ما كيديرهم ما نعرفهاش، وانتم نطو جمعتو اجي حقا دير لي ديديكاس ب 500 درهم، بحال انت غدير لي ديديكاس وانا ديك 500 درهم غنمشي نجمع مع صحابي كاملين ويديروا لي ستوريات ويطاقيني وديديكاسيوني، نعيط لك انت دير لي ديديكاس؟ المهم نتمنى ان الميساج وصل، والناس خدموا عقلكم، ما تبقاش تابعين التخربيق، شوفوا الحوايج اللي فيهم المنفعه. يعني ما لا باغي تحط فلوسك سير حطها في انفيستيها في راسك، تمشي دي واحد يدير لك ديديكاس ولا ابل فيديو ب 5500 درهم، انفيستيها في راسك سير دير بها شي بيعه وشرية ولا شي لعيبه، ولا ما لقيتي ما دير بفلوس كاع سير شريها لوالديك شي حاجه وتهلا فيهم، تهلا في راسك كاع. هادشي اللي كاين، نتمنى ان الميساج يكون وصلكم، وهذا الراي ديالي الشخصي، وقولوا لي الراي ديالكم حتى نتوما في التعاليق. بغاو يديروا بحال لي ستار ديال برا وما كيديروش هما بحال هكا كاع، راه بزاف لي ستار ديال برا راه كتلقاه حاصل على الاوسكار وحاصل على هادي وحاصل على هادي. طيب حنا بنا تيطلعوا الشعب
تدوز عام تدور الحركه يدير شويه الكيراتين هوليود سمايل بدا يعيق عليك يقول لك راه 1500 درهم باش تهضر معايا. وكان البارحه في العراسات عمره عرق ومعانق مع بنادم وبدا يقول لك 1500 درهم ولا 500 درهم باش تهضر معايا. سيروا كون تحشموا على عراضكم راه عيقتوا الشعب واصله فيه العظم تزيدوا انتم التخربيق ديالكم. هذا ما كان هنا الفيديو يكون سهل. نتمنى ان الهضره ديالي وصلت. الا كانت هضرتي قنعاتكم ولا عندكم نفس الراي بارطاجيو الفيديو. هذا ما كان تهلاو في راسكم.